تجرم تنتمازيغت الدرس الثاني كيفية الكتابة. طبعا تكلمنا في الدرس الفات على الكتابة والحروف الأمازيغية والأصل فيها السكون وإلى آخره، وتكلمنا عليه سردنا الحروف كلهم وكتبنا به كلمة قدام كل حرف منهم. تو ننتقل لعملية الكتابة بالأمازيغية، وأول قاعدة نمر عليها هي قاعدة الهمزة مع حرف العلة، يعني في الحروف الثلاثة الأولى في الأمازيغية اللي هي أغرى إغري أغرو، الهمزة ما ترسمش إلا في أول الكلمة، وكذلك ما تنطقهاش قاطعة إلا في أول الكلمة في الأمازيغية. ما فيش همزة قاطعة ولا ترسم الهمزة في وسط الكلمة ولا في آخرها. والأمثلة على هذا قدامكم هي، قلنا أفوس اللي هو اليد، أدرار اللي هو الجبل، أمتون اللي هو الخميرة. بعدين ننتقل للمجموعة الثانية إغري، عندك إيفكي اللي هو الحليب، إيجيمي اللي هو الحقل، إيراط اللي هو اللباس. لاحظوا هذه على خلاف العربية، الهمزة تكتب على سطر في أول الكلمة، إيفكي إيجيمي إيراط. بعدين عندنا القسم الثالث وهو أغرو، عندنا أوبزر اللي هو الضب، أودي اللي هو الزيت، أولي اللي هو المحراث. وكذلك المجموعة هذه الهمزة تكتب على الواو في أول الكلمة، زي ما قلنا لا تكتب قاطعة ولا تنطق قاطعة إلا في أول الكلمة. تلقوا كلمة إيفكي وكلمة أوبزر الهمزة على الياء والهمزة على الواو. القاعدة الثانية اللي هي الألف والواو والياء اللي هم حروف العلة، يحلوا محل الفتحة والضمة والكسرة، ولهذا نسموها فيها حروف تحريك في الأمازيغية، وهي لا تقتضي المد، يعني ما فيهاش مد، فيه ضمة صريحة كسرة صريحة فتحة صريحة، ولهذا ما تلقاش حركات على الأمازيغية بتاتا. نضرب أمثلة على هذا، طبعا أنا ضربت المثل المعنى متاعه وكيف ممكن نرسموه بالطريقة العربية. ولهذا شوف المثل الأول، تكريوت تكريوت اللي هي البكرة. شوفوا في العربية تكتب تكريوت لكن الكسرة على الراء بدل ما الياء قبل الواو، الياء بعد الراء. لاحظوا تاغريت تاغريت اللي هي العصا. لاحظوا في الكتابة رسمتها بالعربي الراء تحتها كسرة، ولهذا زي ما قلنا المثل اللي هو هذا هو الطريقة الصحيحة في رسمها في الأمازيغية. تاسيت تاسيت اللي هي المرآة، لاحظوا السين بعدها يا بعدها تاء. في العربية لو بتكتبها تكتبها تاسيت اللي هي تاء ألف سين مكسورة بعدها تاء. بعدين إذا كتبناها بالياء في العربية تصبح تاسيت، لاحظوا. بعدين ننتقل بعدها للواو اللي هي تحل محل الضمة، قلنا آطو آطو اللي هو الريح، ولهذا تكتب في الأمازيغية بالواو نهاية الكلمة. في العربية تكتب بالضمة، أطو اللي هي ألف والطاء والضمة. تغري اللي هي الطين تكتب بالواو، تغري تغري اللي هي الطين تكتب بالضمة. لاحظوا في الرسمة بالعربية تكتب تاء ألف غين راء، لاحظوا هنا اجتمعت فيها الضمة والكسرة، تغوري الغين عليها الضمة والراء عليها الكسرة، لكن في العربية الغين بعدها واو والراء بعدها ياء. كذلك عندنا كلمة يولل يولل اللي هو ولد، ولهذا تكتب في الأمازيغية تكتب يا واو لام لام، في العربية تكتب يا ضمة لام لام. تتوضح في الدروس القادمة كيف عملية الفتحة والضمة والكسرة تستبدل في الأمازيغية بالألف والواو والياء. القاعدة الثالثة اللي هي الزاي اللي هي بالأمازيغية الزاي التي عليها ثلاث نقاط، تنطق مفخمة، يعني
زي ما نقول احني هو عبارة عن حرف زائد عن الحروف العربية اللي هو حرف الزين ظاء، اللي هو حرف الزين وعليه ثلاث نقاط تنطق ظاء. وعندنا أمثلة من هذا اللي هي كلمة مثلا مدينة زليطن. زليطن، لاحظوا الزين كيف النطق نتاعها، لو نطقناها بعرف زين عربي صريح قلنا زليطن، لكن هي زليطن اسم مدينة. هذا بعد عندك زربوط، زربوط اللي هي لعبة نتاع الأطفال، لو نطقناها بالعربية الزين العربية الصريحة لقلنا زربوت، زربوت، وهذا طبعا مش الطريقة اللي نطقوا بها الليبيين. عندك بعدين كلمة أصبو، أصبو اللي هو الخاتم، ولو نطقناها وكتبناها بالعربية لكتبت زين مصغرة والباء عليها ضمة أصبحت أصبو، وهذا خطأ. عندك أزرزور، أزرزور اللي هو نوع من العصافير. زرزور لو كتبناها بالزين الصريحة العربية وكذلك الضمة طلع بها. القاعدة الرابعة الجاء المعقودة من الأهمية بمكان، يعني هذه كذلك حرف زائد عن الحروف العربية ونطق فاحنا في اللهجة الليبية هلبة وكذلك بعض اللهجات المجاورة. نقول مثلا قمر، قمر وهي بالعامية، بالعامية طبعا النطق متاعها، لكن هي بالعربية الفصحى تكتب قمر. لاحظوا الفرق بين الكتابة. عندك أجمر، أجمر اللي هو الحصان بالأمازيغية، لو كتبناه في العربية ما عندناش حرف ليه ولهذا رسمنا له حرف آخر اللي هو أخمر يصبح. بعدين عندك تاقنا، تاقنا اللي هو السمك، لو كتبناه في العربية تصبح تاقنا، تاقنا، لأن ما فيش حرف يرسمها في العربية، يا إما تحط القاف أو الجيم. بعدين عندك أجليم، أجليم اللي هو الجلد، ولو كتبناه في العربية أصبح أقليم. ننتقل لقاعدة الخامسة والأخيرة اللي هي مش قلنا في الدرس اللي فات إن الأصل في الحروف في الأمازيغية هو السكون على خلاف العربية، يبدأ في الأمازيغية بالساكن، ولهذا نقوله إحنا اللي فين نقوله محمد، محمد. لاحظتوا كيف الميم عليها السكون في البداية اللي هو الاسم، تكتب في العربية إي محمد اللي هو الألف ومحمد. بعدين مثلا نقولوا الليبيين احنا في الفئة اللي هو عندنا بعض الافعال نقول فيها، نقولوا تكلم، اتكلم، لاحظتوا كيف نبدأ بالساكن اتكلم، وهذا اثر واضح للامازيغية، اتكلم اللي هو فعل اللي هو تكلم بالعربية. بعدين عندنا في الامازيغية نقولوا اطف، اطف، لاحظتوا الطاء عليها السكون وهي امسك، لو كتبناها بالعربية يصبح الف طاء عليها سكون بعدين فاء، واحنا في الامازيغية ما نصموش بالسكون. بعدين اكر، اكر اللي هو الفعل الثنائي هذا اللي هو قم، تكتب بالعربية لو كتبنا بالعربية ألف وبعدين كاف وعليها سكون بعدين راء، والألف هنا زائدة حقيقة ما لهاش داعي. وإن شاء الله استفدتم من الدرس هذا، وإلى اللقاء في الدرس القادم. أرجو فعلا.